السلام عليكم، شتك ريتي حرب ديال العراق بزاف اصاحبي اصاحبي، الضربه كامله اصاحبي وبزاف بزاف. دابا المشكل في هذا كامل شنو هو؟ الانسان مازال ملي كيتشد كيعطيه واحد الشهرين ديال الحفله، راه اشكال اصاحبي اصاحبي، السجاجه خاص ديال مو واحد 30 طوموبيل اصاحبي 50 بزاف اصاحبي. شنو وقع بالضبط اخويا؟ اخويا انت كما كتشوف الناس اللي كرفسوا على هاد الناس هادو مساكين. بالنسبه لهاد السيارات يعني الظاهره يعني وليت كنشوفها يعني كنشوفها بقوه في الدار البيضاء. وانت كتشوف الناس كما كتشوف الحاله ديالك. حتى في كانطوات الناس. وكاميو بلي واحد كاميو ولي واحد كاد كاطر كلها مشخشخ. شنو هذاك من الكاميو؟ من الكاميو متسبوا لي بالخدمه. فرجعوا لي مسكين دابا خليه مشرط. سوبر 5 سوبر 5 هاي اللي هو هرسو. لا شنو هو الميساج من هذا الفعل؟ انا بغيت نفهم الميساج شنو هو الميساج؟ الامن راه خدام خدمته وانت كتشوف الامن، ولكن راه فينا هو ذو اللي هرسو ما لقاو حتى واحد. ماشي ولاد السيكتور هذا هو. ما نكذبش عليك. ولينا جو المدرسه هو غادي يولي. مريض تيدي السبيطار. شو هما؟ حنا حدا الكراج. فين مشكلات. اذا مشاهدينا الكرام كما شفتينا مجموعه من الشهادات، هادشي كنتاسفوا ليه بزاف يعني صراحه. يعني ما عندنا طوموبيل يصوبها، احنا دابا غادي نضطروا باش نصوبوا هذا. يعني هو حاط الطوموبيل يصيبها صوبها عندنا. هذا هو الكاميو ياك اخو. مشكل شحال فايده عليه؟ وهذيك كات كات هي راهي يعني جايين من لهيه. حتى جايين هادو راه ما بقاوش كيخافوا ولا من ما عرفتش. إذن مشاهدينا أنتم الآن على المباشر وحصريين على قناة تريز بالعربي مجموعة من الشهادات ومجموعة من الأعمال ديال الدغاب. اخلا مشكل الانسان ولا كيضطر باش يحط الطوموبيل هو جاي باش يصيبها. احنا دابا غادي نكون مضطرين على حساب الجوج ديال السيد. يلاه كي غادي يضرب وتخلص من عندك كليير غير يعقل لك. حاط الطوموبيل تصوب على ديفو دابا تولي انت غتقلب على جال. واش من رباعات لا فهادشي كامل؟ اذا ولينا عايشين في القاهره والحكومه في هذا الخمسه. ها هو الامن راه دير خدمته ولكن ما فهمتش. هادشي كثير بزاف نحسب لك غتبيع الطوموبيل هنا. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا يعني السيد مسكين كترزق الله في هذا المحل. محل كارين واقيلا. ها هو السيد حد عنده السياره، ها هو الان يعني غادي يصلح ليه هو غادي يشري ليه باربريز من فوق ياك. بحال غتولي خدام فابور. ياك خدام فابور بحال خدام فابور وصافي. الشيء اللي غادي تاخذه من عنده وغتركبوا ليه جاجه. لا حول ولا قوة. شكرا لكم استاذ. اذا كما تبقوا معنا السادة المشاهدين باش تشوفوا معنا يعني اين تكمن مكامن الخلل في هذه المنظومة. الاشكال هو انه ولا ثاني. السلام عليكم استاذ. بخير مساك. ما كاينش هاد المولات كات كات. لا شنو وقع بالضبط استاذ؟ كات كات كل هاد المايات مزال كتشوفو يعني الاثار. Thank you.
مشاهدينا الكرام، بالنسبة لهذه الشاحنة يعني فالسائق ديالها يالله خدم مؤخرا مسكين، حتى هو ارسلوا الزجاج هذا الإشكال هذا، يعني صراحة أصبح كيشكل واحد تهديد كبير في المنظومة الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء. هادشي راه ما مقبولش نهائيا، انا كارثه والله الا كارثه بالله. حتى في كاين الخلل، احنا نفهموا الخلل، ربما احنا ما كنشوفوش الحوايج. خويا اش غادي نقول لك، انا الخلل كنشوفه من واحد مجموعه من الزوايا، سمعتيني؟ مجموعه من الزوايا، غادي نرجعوا للعائله، غادي نرجعوا للتعليم، غادي نرجعوا للاعلام للاسف الشديد اللي كيصنع لينا بحال هاد الناس. دابا هاد المواطن هذا ملي كيطلع للدار وكيشعل التلفازه اش كيشوف؟ كيفاش هاد الانسان غادي يتاثر وغادي يتربى؟ وسط العائله، العائله مدمره من الداخل، كيفاش غادي يتربى وغادي يتاثر؟ بالنسبه للتعليم، المدرسه مدمره، ها؟ مدرسه بزاف ديال هما كيدفعونا اننا نقريو وليداتنا في التعليم، واللي ما عندوش باش يقري ولده في التعليم. هذه راهي النتيجه، هو السبب. ماشي كنقول لك ان التعليم هو السبب، ولكن خاص الدوله دير اعاده النظر في البرامج ديال التعليم. تخيل ان ولدنا كيخرج من الباب ديال المدرسه كيقطع الشانطي عرض، ها هو خارج من مدرسه في الابتدائي ولا في الاعدادي وما عرفش يقطع الشانطي. ما نقدروش نقولوا الاولويات، علاش ما كنربيوش لوليداتنا؟ ملي يدخل للدار يحترم والدي، هذا الشيء راه كيعلموا الوالدين، كيقول لي احترم المعلم، والمعلم كيقول لي احترم الوالدين، هذا الشيء ما بقاش. لا، هذه الظاهره ديال حرب العصابات، فهمتي اللي كنا كنشوف فيها؟ هذه ماشي حرب العصابات، هذه راه عاديه للناس اللي داروا هذه الحاله كامله. واكيد المرشح والسبب الرئيسي هنا غادي يكون هو الفنيد، هو القرقوبي. المخدرات غادا تكون السبب الرئيسي من مور هادشي، لان هادي راه ماشي طونوبيل ولا جوج ولا 10، هذا راه غادي مع الدرب على قدو بار كيهرس فيه. هادشي راه مابقاش مقبول نهائيا. وكذلك كنحمل المسؤوليه للقضاء المغربي والاحكام ديالنا اللي كنعطيو في المحكمه. كيفاش واحد كيهرس 30 طونوبيل وكنعطيوه شهرين ولا 3 شهور ولا عام؟ يعني غير مقبول، غير مقبول، غير مقبول. يعني هاد الناس خاصها تردع، وكيف ما قالوا بعض الاخوان، هاد الناس هادو راه ولاو كيجيو لهاد الوقت هذا ديال البرد وكيديروا بحال هاد الشيء باش يدوزوا هاد الفتره ديال الصيف. حافظ حتى شحال غادي يجلس في الحبس، اربع شهور ولا خمس شهور. هاد الناس هادو شنو الغايه من هاد الشيء؟ يعني هو احنا بغينا نفهموا، يعني واش ابراز الذات، واش هو القوه، واش ابراز الذات؟ اللي بغى يدير ابراز الذات يمشي يدخل الباب ديال المحكمه، يمشي يهرس باب ديال الكوميساريه. ماشي ابراز الذات مع درويش مسكين مقاتل باش يشري طوموبيل يهز فيها وليداته في هاد البرد، تجي تهرس ليه انت الدجاج. هادشي يعني ما بقاش مقبول اخويا، غير مقبول نهائيا، غير مقبول. وهادشي للاسف الشديد كنشوفوه في الاحياء الشعبيه بواحد الشكل كبير، خصوصا الدار البيضاء ياك استاذ. الدار البيضاء بشكل كبير، وهذه انا كنقول ان هذه راه روتين اليومي، مشكل. ولا روتين اليومي تماما. وهذه انا كنقول بان هاد الساره ديال بصح، فإلا كانوا هاد الناس صحاح ولا كيحسوا بريوسهم، راني قلت لك يمشي للمحكمه ويرد داخل الباب، ولا يمشي للكوميساريه ويرد داخل الباب. اما باش تجي للطونوبيلات ديال عباد الله غير دراوش في الحي الشعبي وتبدا تصور عليهم بحال هكا، هادي ماشي صحه. يعني انت كترشح يعني كلشي للاحكام، الاحكام يعني خص اعاده نظر في القضاء، خاصو يبدا يعطي بحال هاد الناس هادو، يكون يعني رادع. واي واحد هاز الجنويه، هادي راه ضربه ديال الجنويه، هادي فين هي؟ هادي راه ضربه ديال الجنويه، هادي ضربه ديال الجنويه، هادي راه القبضه، ها هي ضربه اخرى ديال الجنويه، ها هي.
الناس كتهز جناوه ما خايفه من حتى شي حاجه. كيف قال لك يلاه شرا السياره بشي مليون ونص تقريبا هذه. ها؟ السياره السياره يلاه شرا بشي مليون ونص. غادي يخسر على مليون ونص. اشكال فيك. كيفاش اشكال فيك؟ اشكال فيك. احنا لحد الان راه قلت لك راه ما كاين الخلل في العمليه هذه راه مازال ما واضحش. شوف ما كاين الخلل راني قلت لك غادي نشوفوها من مجموعه من الزوايا. الزاوية الأولى وهي محاربة القرقوبي بشكل كبير، راه ما كاينش شي مواطن مغربي كيدير شي جريمة، راه 90% من الجرائم اللي كترتكب في المغرب سببها الفنيد القرقوبي. وراني سبق ودرت واحد الفيديو اللي تكلمت فيه على جوج ديال البلايص كيتباع فيهم الفنيد، سيدي مومن والزيرو كات سيدي عثمان حي مولاي رشيد. هاد جوج ديال البلايص راهم يعني أماكن لتجارة المخدرات بشكل كبير. راه اغلبيه الناس والشباب ديال هذه المنطقه هذه راه ملي كيبغيو المخدرات راه كيمشيو لسيدي مومن ولا كيمشيو لسيدي عثمان. الحمد لله هنايا الحي المحمدي عين السبع حنا راه كنعرفوه مزيان وكنعرفوا انه تنظف من هذا الشيء، ولكن راه سهل جدا انه يمشي يجيبو من هذيك المناطق. شكرا لك السي رشيد وشكرا على التوضيحات. مرحبا هذه. مرحبا. لان الناس قال كتسال بزاف قال لك ودي شنو هي السبب؟ السبب راه واضح، حال التخدير وزائد السكر الطافح ناهيك على كما كنقولوا دوك الحسابات الخاويه. تماما ياك استاذ. والقضاء ما نساوش انعدام التربيه والقضاء الهزيل. تمام بهذا المعنى هذا. تمام احكام يعني بخيصه في حقهم. تمام لا تتجاوز يعني 6 اشهر او 4 اشهر. تمام ولكن كتبقى الاضرار. الكارثه والطامه الكبرى هو ان هاد الناس هادو عارف المده السجنيه اللي غادي تحبس فيها. انا راه كيجيني بحال واحد النوع ديال الارهاب الاجتماعي يعني. تماما ارهاب بكل ما تعني الكلمه من معنى. ارهاب اجتماعي ملي كدير يعني واحد كتبوا اربعه الاشخاص هازين اربعه ديال الجناو. تماما ارهاب تضرب يعني نقدر نضربوا شي واحد. تماما ارهاب والحمد لله راه تشد واحد. تشد واحد تشد واحد ودابا راه حاليا راه جاري البحث على ثلاثه اخرين. يعني هاد الناس الحمد لله راه داروا الخدمه ديالهم هما شدوا لينا واحد وكنتسناو انه تشدوا ثلاثه اخرين ان شاء الله. اكيد شكرا لك السي رشيد. مرحبا على التوضيحات. اذا مشاهدينا كانت هذه مجموعه من التوضيحات من طرف احد ساكنه المنطقه. الامر يتعلق باربعه اشخاص هجموا على ازيد من يفوق واحد 30 سياره تم القاء القبض على احد الجونات فيما لا زال البحث جاري على الثلاثه الاخرين. لان مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي على نهايه الدبت المباشر، الى الحين اللقاء بكم في بث اخر مع المزيد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع المؤسف صراحه. ضرب الكودي اخويا الكودي هادي. الكودي اخو الزنقه 43 ياك ما خلينا خدامين اخو الله يرضي عليك. حنا دابا في الكودية حنا كنشوفوا هادشي اللي واقع هنا. لا إله إلا الله. إذن مع هذه الصور نأتي على نهاية هذا البث المباشر، إلى حين اللقاء بكم في بث آخر، دمتم على خير.